سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نمشي ان شاء الله مرجان السوبر مارشي. تقريبا عامين ما شفتوش، واخا جيت عام الاول ما مشيتلوش، يمكن الا كان عقلي صحيح. واليوم اول نهار غادي نخرج، اللي هو نهار ثلاث، وقلت نديكم معايا نجيبو دويره نشوفو مرجان مجموعين، ويلا هو معايا وما تزبيوش. صراحة الجو زوين البنات، كاينة الشميشة، أنا يلاه هابطة، ماما وولدي راه كيتسناوني لتحت في الباب ديال العمارة، وأنا يلاه هابطة عندهم. الله يربي. عرفتوا يا البنات الحرارة؟ بالنسبة للناس ديال مكناس اللي ما عارفينش، راه مرجان الجهة ديال السوبر مارشي راه دارو حتى مروة، كاينة مروة نورمال مو كانت غير اس واي كيكي، واحد منقزة ديال الكترو ميناجي، ولكن راه زادو دابا حتى مروة. دورنا شوف هاد الهيضة، هادا زوينين، كيتحطو في الصالونات في الفوتاي، كانو بمية و 99 درهم، ردوهم ب 99 درهم، زوينين. هيا هنا، هيا هنا لدا، شوفو هنا البنات هاد الريان، هدا هادو زوينين، بانو لي غاليين شوية هادو. هنا الطبيصلات هادو، شوفو هاد الستيل هذا، ولكن غالي شوية، 85 درهم. ها الصغير ديالو بصح. كيعجبوني البنات انا هكا الطبيصلات يكونوا ملونين، ولكن يكونوا سيري واحد، الكبير والمتوسط والصغير. هاد الريون البنات فيه غير داكشي ديال لي بيبي، كاينين هاد لي ماتلات، كاينين لي بيبرون، لي سوسيت، المهم اي حاجه متعلقه بلي بيبي كاينه في هذا الريون هذا. الطبيصلات ديالهم، الكويير ديالهم، اي حاجه متعلقه بهم. واللي عجبني بزاف وهو لي ماطلات عندهم غزالين، ماطلات ديال الدراري الصغار غزالين، وكاليتي زوينه البنات. مازال غادي تشوفوها معايا، غادي نوريها لكم في لا فيديو، كدير 250 درهم، يعني زوينه ولكن شي حاجه غزاله. هاد لي بينوار ديال الدراري الصغار، الكلاس، كنت كنقلب نيت لولدي على شي كلاس ولكن ما لقيتش داكشي اللي بغيت انا، يعني هادو غير من 6 موا 12 موا، اولا من 12 موا ل 18 موا. وهاد الريون عاوتاني حتى هو فيه لي ماكسي كوزي ديال الدراري، فيه الكراسه بالنسبه للماكسي كوزي كيبدا من الزيرو حتى العام او العام ونص، والكراسه من عام ونص حتى الفوق، المهم حتى ل5 سنين 6 سنين 7 سنين، هادشي اللي كاين البنات. المهم انا غادي نوريكم لي ماطله. انا كنت كنقلب لولدي على شي مخده، ولكن لقيت له هادو غير ديال لي بيبي، ما لقيتش ديال لاج ديالو، كيديروا 60 درهم. وهادو هما لي ماطله اللي قلت لكم البنات. هنا حتى كنت بغيت نخلي لكم الصوت، حيت كنت كنقلب وكنوريكم، يعني كنهضر بالصوت، ولكن كنصدع بزاف في مرجان، قلت نعاود لكم باش تسمعوني مزيان. المهم هذه اللي بانت لي زوينه البنات، ولكن ديال البيبي نورمالمون انا خديت له هاد الزرقه، وفي التالي عاود تبدلت رايي، قلت حتى نشوف عاوتاني في شي ماكازا، مازال نديكم معايا ونشوف القالو ديال لاج ديالو.
حتى البنات شحال كنموت على هاد الشيبس هادي، هاد الشيبس اللي بالفرماج والبصله كنموت عليها ديال البصله. ناخذ هذا بنيت هنا البنات ولدي دار ليا الشوها، انا حنا في الريون ديال لي جوي، دار ليا الشوها على لي جوي مع ما جبدش اللعاب ديالو كاملين، ودابا راه باغي الطوموبيل وراه داير ليا الشوها. فين اللي بغيتي دابا؟ فين اللي بغيتي؟ انا نوريكم البنات لا ماشي هذاك كاينين بزاف، خصك شي حاجه زوينه باش تلعب، هذيك ديال الدراري الصغار. كاينين بزاف البنات ديال لي شوا، غير انا بغيت نشوف له شي حاجه صحيحه، شي حاجه اللي يقدر يلعب بها مزيانه. صافي البنات هنا غادي نصاوب غير بيتزا الغدا مع عجينه روطار من المرجان. انا شو كندير في البيتزا ديال الطون، راه ديجا شاركتها معكم في القناه، الا رجعتوا لي فيديو غادي تلقاوها. كندير لاصوص، كندير معاه غير شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت كندير الزيت ديال الحوت، يعني اللي الحوت اللي كتستعملوا نتوما كل واحد وشنو كيستعمل. كندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، واحد الريس ديال الثومه خفيف اولا الثومه بودري الا كانت احسن. البصله هي كما شفتوا معايا قطعتها هكا وشحرتها في الزيت ديال الطونيت، هذا الفرماج الاحمر محكوك، الزيتون الكحل والطون. صافي غادي نعمر. خلاص لاباط جبتها موجوده لان جينا روطار، ما بقى ليش الوقت عاد فين غادي نعجن لاباط، اما نورمالمون ما كناخذش انا هاد لاباط اللي موجودين. وصافي وكديروا واحد شويه ديال السنيده في لاصوص باش ما كتجيكمش البيتزا حامضه. وصافي غدا خفيف، غدا مزروب. المهم خلاص راه داكشي اللي جبت غير شي حاجه هكا، داكشي علاش ما بغيتش نصورها لكم في لا فيديو، ماشي شي حاجه هكا اللي غادي تصور، داكشي اللي جبت ديزانفيكتيتو. المهم انا كندير كلشي بيدي البنات باش كنعرف كل وحده شنو ندير فيها، وانا كتعجبني فيها هكا البصله عامره بزاف كتجي زوينه، وكل واحد وكيفاش، كاين اللي كيديرها مشلضه كيشلضها، كاين اللي كيطحنها في الروبو، ولكن انا كتعجبني البصله. بالنسبه لي ما كتعجبوش البصله يقدر انه يديرها مقرده. المهم انا راه كنستعمل يديا بزاف باش كنعرف شنو كندير. انا عمر غير جوج البنات، انا اصلا فمي دارني شويه مع الزيار ديال لي باك راكم عارفين، مع ركبتهم فاش كنت غادي نجي، عاد وصلنا الرونديفو. هو خصني واحد 15 ولا 20 يوم عادي لا فمي غادي يولي. المهم هكا البنات كندير الطون. ماما اسكتي ولدي تنسالي بيبو. ولدي راه كيتسنى البيتزا، كيحماق على البيتزا. واش نتوما وليداتكم البنات كتعجبهم البيتزا بحال ولدي ولا لا؟ كاين اللي ما عندوش مع البيتزا رساو حيديتك، حيديتك قولي ماما عطيني ما تنساش بيتي داتي ماما. صافي تسنى نصايب بيتزا وغادي نعطيك. واخا حبيبي، واخا كبيتة ديالي. صافي البنات هكا الطون، دابا غادي ندير غير الزيتون، الفرماج كنخليه هو التالي، الزيتون غندير غير شي حبات هكا تا كندير الفرماج، وكنعاود ندير الطون من الفوق. وها هي، لا حيدي يديك ماما، حيدي يديك، حيدي يديك بلاتي. وكان هذا هو غدانا البنات، المهم البيتزا هي وجدت كما شفتو كتجي غزاله، جربوها راه عاديه لا بالنسبه للصوص، يعني ما كتحتاجش بزاف. وهادي بالنسبه للغدا ديال الزربه، انا كنفضلها كبيتزا ولا كراتان ولا شي حاجه، فانا كانت باينه لي في بيتزا وقلت نديها نديروها للغدا. كما شفتو جبت لاباط. ايوا صافي البنات، المهم شويه ديال لاصوص، شويه ديال الفريت، مونادا يخلفوا جعل البركه، ما درنالاش لا لا والو. وهنا البنات غنكون ساليت لا فيديو ديالي ديال اليوم، الى عجبكم ما تنساوش اللايك وشي كومونتير يكون زوين بحالكم، واللي ما مشاركش يشارك باش هكا العائله ديالنا تزيد تكبر، ونزيد ان شاء الله نشارك معكم حوايج جداد. ومع فيديو جاي ان شاء الله البنات، نتمنى يلقاكم لا فيديو بخير وعلى خير مع فيديو جاي ان شاء الله، وتهلاو في ريوسكم وبسلام عليكم.